قالت وكالة فيتش إن مصر مؤهلة لتعزيز صادراتها من البتروكيماويات والكيماويات في المستقبل، حيث أعلنت القاهرة عن تنفيذ 11 مشروعا جديدا بتكلفة تقدر بنحو 19 مليار دولار حتى عام 2035، مشيرة إلى النمو الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي. وعلى صعيد إنتاج الطاقة النظيفة، قال تقرير فيتش إن مصر مؤهلة كذلك لتصبح مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث من المتوقع أن تستحوذ على 5% من الإنتاج العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040.